واحد التوازن العسكري صعود مصر وهبوط إسرائيل. لما الرئيس السيسي كان وزير الدفاع بدأ الجيش المصري عملية تحديث قوية جدا جدا، هي الأكبر في القوات المسلحة. عملية التحديث دي أثارت قلق وغضب إسرائيل، لكن الغضب كان مكبوتا. دلوقتي بدأ القلق يظهر في الصحافة الإسرائيلية من تطور قدرات الجيش المصري. في نفس الوقت في أزمات متعاقبة داخل الجيش الإسرائيلي، وأصبح الجيش المصري في صعود والجيش الإسرائيلي في هبوط. موقع جلوبال فاير اللي هو كل فترة بيعمل تصنيف الجيوش طبقا لعشرات المعايير التي تؤخذ في الاعتبار، دلوقتي الجيش المصري أقوى من الجيش الإسرائيلي، أقوى من الجيش الإيراني، الجيش المصري والجيش التركي أقوى جيشين في العالم الإسلامي. صعود الجيش المصري بقى واضحا للجميع، وتحديث الجيش المصري النهاردة الفريق صدقي صبحي قال إن وفق خطة موضوعة، يعني في رؤية في عملية تحديث وتسليح الجيش المصري. وقال أيضا القائد العام وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي إن الخطة لن تتوقف أبدا، يعني في رؤية موجودة لتحديث وتسليح القوات المسلحة، هذه الرؤية لن تنقطع وهذه الخطة لا نهاية لها، يعني تحديث بلا حدود وتسليح بلا نهاية. الجيش المصري يدرك تماما زي ما قال وزير الدفاع النهاردة، يدرك تماما حجم التحديات اللي موجودة على كافة الحدود المصرية. في نفس الوقت اللي في هذا الصعود القوي للجيش المصري، والرئيس السيسي سيشهد خلال أيام تسلم البحرية المصرية لحاملة الطائرات، في وسط أنباء رائعة عن صعود قوة الجيش المصري، هناك أخبار على الجانب الآخر عن تدهور في قدرات الجيش الإسرائيلي. النهاردة في جنرال متقاعد اتكلم لصحيفة إدارة أهرامات الإسرائيلية وقال إن في تدهور واضح في الجيش الإسرائيلي، وقال إن سلاح المدرعات بدأ يتدهور جدا في إسرائيل، وإن قطاع الدبابات ما فيهوش كفاءات كافية، وبدأ قطاع الدبابات والعربات المدرعة وحاملات الجنود كل دي بدأت تشهد تدهور شديد جدا، وسلاح المدرعات بكامله بقى عنده أزمة شديدة. وقال الجنرال الإسرائيلي لإدارة أهرامات لو استمر أداء الجيش الإسرائيلي بهذا المستوى في خلال عام أو عامين هنشهد تدهور حاد في سلاح المشاة ككل، وده معناه تراجع في إجمالي قدرات الجيش الإسرائيلي. وقال كلمة قوية جدا، قال الجيش الإسرائيلي دلوقتي أشبه بوضع الجيش قبيل حرب 73، ووضع الجيش في إسرائيل يدعو للقلق. ده اللي قاله جنرال وخبير إسرائيلي لإدارة أهرامات. تكلم بوضوح عن تدهور في قطاع الدبابات، عربات نقل الجنود، تكلم عن تدهور في مجمل سلاح المشاة في المستقبل القريب سنة أو سنتين. إذا لديه رؤية إن بدأ الجيش الإسرائيلي مرحلة الهبوط، وسوف يستمر هذا الهبوط إذا استمر أداء الجيش الإسرائيلي بهذا المستوى. إذا الصورة أصبحت واضحة إن الجيش المصري أصبح في صعود واضح، ترتيبه العالمي يتزايد، والجيش الإسرائيلي باعترافات إسرائيلية يتراجع إلى الوراء، وزي ما قال الجملة القوية جدا إن الجيش الإسرائيلي يشبه وضع الجيش الإسرائيلي قبيل حرب 73.